وارد والله مرحبا. حياك الله حياك الله. حيك. انت خلاص يا ابن حلال خلاص خلاص. بسم الله تو ما نورت الوزاره الله يسلمك. الله يسلمك. انت سمعت بالقرارات اللي حاصله في الوزاره؟ لا والله ما سمعت. طيب تعال اقول لك. يا سعد والله ضيق اسطورنا ذا، كل شيء يجيب لنا معاملات من الادارات الثانيه يكب علينا، مو بذنبنا يا اخوي. يا اخي ضايق اسطورنا من جد يا اخي، اول مره اشوف دوام كنا عزاء. ترى النفسيه مهمه في الدوام والله يعني. وش بشاير بشاير وش وش مديرنا القديم الاول اللي كان هنا عندنا خلوه مدير اداره في ذمتك. يهذل غثيث البثر ذا بالجسم بيكرشونه وبيجيبوا لنا مدير مش موظفين. الله يبشرك بالخير. الله يبشرك بالخير. طيب طيب اسمع بالخير. الفكه من الجحا غنيمه. ايوه ايش رايكم نسوي له اليوم حفله في الاستراحه؟ ايوه والله فكرة، نجيبه نمزمز عليه. أنا والله بخاطري أطقطق عليه. تكفون جيبوه. بس كيف 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 نجيبه الحين يعني؟ وش يوم طردوه نعزمه؟ لا احنا بنروح نعزمه عشان نقول له يعني إن نحبك وذا، مو بتحسب إن أنت مصلح من كول في الدوام وذا، عشان يفهمها زي كذا. صدقيني في الحجة. اسمع أنا بقول لك، هو يبي الرجعة الاستراحة بالهيبة. طيب حلو حلو، ودام يبي الرجعة الحين نروح له في مكتبه، نجي ندخل ونقول احنا فينا شيء ولا كان احنا فينا شيء كذا، بريئين بريئين بريئين، ونقول له احنا عازمينك بمناسبه. يلا يلا انت بيسن. ها يلا يلا تجي ايش مالك انت؟ الحقيقه انتم يعني ما ادري ايش اقول لكم، لكم فاجأتوني بالعزيمه. لا بالعكس يا طويل العمر، والله جايينك نبيك ترجع الاستراحة وتنورها زي أول. نعم. وبعدين أخرنا العزيمة ترى عشان ما تفهم الموضوع غلط، تقول هذول جايين في مصلحة ولا لهم مآرب أخرى. نعم. شك زايد شك زايد. وفرصة وفرصة يا أستاذ صالح، فرصة ترجع المياه لمجاريها، وبعدين أنت صديقنا أول وتالي. مجاريها ما لقيت إلا هالكلمة. قدرت اسكت. ما شاء الله عليك. ضحكت ما بعد المنصب. الله يزيدك فرح. ترى كل شيء جاهز، الله يطول بعمرك. التلفزيون وجلستك الاولى هذيك اللي تحبها بالركن، والريموت غيرت له بطاريات. والله والله انا فاقدينك عاد في الاستراحه الليليه، نقعد نقول يا ليته يجي يا ليته يجي واحشنا. ما في احد ما يعرفوا يلعبون بلوت، نضيع وقتي معهم. صادق يوم اصفقهم في الورق. ودنك تجي تصفقنا في الورق. عاد خلاص عاد خلاص يا عيال، لا تقعدون تمدحونه واجد، يقعد يكبر راسه علينا. ايش دعوة ايش دعوة، ترى يعني ما انا الا مواطن مثلي مثلكم. ايش دعوة؟ التواضع التواضع لله رفعه.